السلام عليكم ورحمة الله. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن. مبروك للمنتخب الوطني المغربي المحلي ببلوغه دور النهائي لأول مرة في تاريخه من منافسات الشان. السلام عليكم وتحياتي للجميع. في مشهد نجميع، المنتخب الوطني المغربي استطاع اليوم يتأهل لأول مرة لنهائي كأس إفريقيا للأمم للمحليين بفوزه على منتخب ليبيا في مباراة التي جمعته مساء اليوم في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وانتهت للمنتخب الوطني بثلاثة أهداف لواحد. المنتخب الوطني بقيادة جمال سلامي اعتمد على نفس التكتيك اللي بدا به الشان، يعني اعتمد على نفس التشكيلة ونفس الرسم التكتيكي اللي لعب به من أول مباراة إلى مباراة النصف. المنتخب الوطني دخل بسيستيم ديال 4-2-3-1، يعني نفس التكتيك اللي كيعتمد عليه جمال السلامي، هو نفسه اللي كيعتمد عليه إيرفي رونار. الفريق الخصم المنتخب الليبي دخل ب 4-3-3 اللي كانت كتحول في حالة الدفاع ل 4-5-1. شفنا المباراة كيفاش بدات. المنتخب الوطني المغربي مشى عند المنتخب الليبي، والمنتخب الليبي دار ماركاج دوزون، بقى في المنطقة ديالو، يعني ما دارش واحد المغامرة ومخرش عند المنتخب الوطني، وبقى محافظ على نفس التكتيك اللي بدا به، يعني 4-5-1 باش كيكون مدافع بقى واقف بها كيسايل المنتخب الوطني. السبب الراجع انه اللاعبين ديال المنتخب الليبي لعبوا مباراه في ربع النهائي خرجت لهم حتى الاشواط والبيلانسيات، يعني كانوا مرهقين شيئا ما، عكس المنتخب الوطني اللي استطاع انه ينهي المباراه ديال الربع في 90 دقيقه. وكذلك في الدور الاول من دور المجموعات، المنتخب الوطني استطاع انه يريح بعض اللاعبين في المباراه الثالثه امام منتخب السودان بعد ما حسب المنتخب الوطني التاهل لدور الربع، اللي خلى ان اللاعبين ديال المنتخب الوطني كانت عندهم ديك الثراوه البدنيه اللي خلاتهم عاوناتهم انهم يستطيعوا يخلقوا الاداء ويخلقوا الوجو ويستطيعوا انهم يوصلوا عند المنتخب الليبي. شفنا في الشوط الاول المنتخب وصل كريات كثيره، وخاصه المنتخب الوطني لعب على كريات الثابته، يعني من الزوايا ومن ضربات الاخطاء وصل عند المنتخب الليبي. المنتخب الليبي بقى كيتمركز وكيتمحور امام المرمى ديالو، ما بغاش يزيد عند المنتخب الوطني، ولكن المنتخب المغربي طاح في واحد الفخ ديال انه مهش الريتم ديال المباراه. المنتخب عنده كان رابح اصلا 24 ساعه ديال الراحه فرق ما بينه وبين المنتخب الليبي، بحكم ان المنتخب تاهل عاد من بعد لعب المنتخب الليبي وتاهل بعد ذلك لمباراه النصف. المنتخب الوطني كان خصو يهز الريتم، ولكن التكتيك اللي كيلعب به جمال السلامي ديال 4-2-3-1، يعني لاتاك بلاسي، هاد الخطه كتعتمد على لاتاك بلاسي. المنتخب الوطني كيفتقد الاظهره اللي كيكونوا عندهم واحد الامدادات عفوا للاعبين ديال خط الهجوم. الشوط الثاني بدا بنفس الطريقه اللي كان بادي بها الشوط الاول. شفنا المنتخب الوطني مع البدايه كيوصل عند المنتخب الليبي، والمنتخب الليبي كيف ما الشوط الاول واقف مداير ماركاج دوزون، يعني وداير حراسه للمنطقه ديالو، ما دايرش حراسه فرديه للاعبين ديال المنتخب الوطني. المنتخب الوطني في الدقيقه 72 شفنا الدخول ديال زكريا حدراف، شفنا الطريقه اللي كان كيلعب بها حدراف، هو انه عنده ديك لافيتاس وكيراوغ بسرعه وكيعطيك بعض التمريرات، وشفنا النجاح ديالو في التمريره ديال الدقيقه 72 اللي دار واحد المجهود فردي وعطى الكره للاعب الكعبي، اللاعب القناص كيستغل الكره وكيضربها بالراس ديالو اللي كتعطينا هدف التقدم. المنتخب الوطني شفناه بعد السذاجه ديال بعض اللاعبين، اللاعبين كتشد الكره، انتردي سبق لينا وقلناها انتردي انك تلعب في اللاكس، لاكس صعيب انك تلعب فيه، خاصه الفريق كيكون داير لك واحد لو بلوك هو، يعني زايد عندك داير لك الضغط، صعيب انك تلعب بديك الطريقه اللي شفنا بالرحمه كيرجع الكره للزنيتي. زنيتي بواحد نقدر نقولوا سذاجه عفوا على هذا المصطلح هذا، اللي كتعطي هدف التعادل للمنتخب الليبي اللي مدد لنا المباراه حتى الاشواط الاضافيه.
بدايه الاشواط الاضافيه لحسن حظنا جات واحد الركنيه، لان المنتخب الوطني يعتمد بشكل كبير على الركنيات وضربات الاخطاء. المنتخب الوطني كتجي ركنيه كينفذها اللاعب حذراف تمريره رائعه، كنشوفوا الانسلال من الرقابه ديال اللاعب الكعبي، وقليلين اللاعبين القناصين اللي عندهم هاد اللمسه هذه. اللاعب كيقدر انه ينسل من الرقابه ويمشي للدوزيام بوطو، مع العلم ان الفريق كامل شفنا اللاعبين اللي كانوا متمركزين ديال المنتخب الليبي تسحبوا البروميام بوطو، يعني القائم الاول ديال المرمى، واللاعب الكعبي نسل القائم الثاني واستطاع انه يسجل لنا هدف الثاني اللي حرر المنتخب الوطني وخلى الضغط على المنتخب الليبي. المنتخب الليبي ما بقى عنده ما يخسر، يعني غادي يزيد عندك كامل، يعني الفريق غادي يلعب بالكل في الكل. هذا اللي جعل المنتخب الوطني بقيادة جمال السلامي اعتمد على لو سيستيم ديال 5-3-2، 5 في الدفاع، دخل في نايف اكرد لعب مع اللاعب لياميق وبانون في اللاكس، ولعبوا في الأظهرة نهيري وشبيرة، ودخل بالرحمة لعب ارتكاز من مورا اللاعب السعيدي وبولهرود، ولا لعب من موراهم، وخلى حذراف والوليد الكارتي كيديروا الهجمات المرتده. والمنتخب الوطني طاح في واحد الوقت انه ولا كيلعب بعشوائيه، الكره غير في السماء جايه راجعه بهذا المصطلح هذا، بقات الكره ما كتحكمش فيها. والمنتخب الليبي كذلك ما عندوش دوك الفرضيات، وكنعتذر للمنتخب الليبي اللي عنده واحد نقدروا نقولوا فرضيات محدوده. الفريق خاسر ما تلعبش طويل، لعبتي طويل كتساعد الفريق الخصم اللي هو المنتخب الوطني. المنتخب الليبي ساعد المنتخب الوطني، لعب كريات كريات مباشره مسترسله عاليه. الكريات اللي كتكون عاليه كيكون نفس الحظ ديال المهاجم مع المدافع، كياخذوا الكره بجوجهم. الدوزيام بال كتكون دائما اللاعب اللي كيكون داير لا كوفيرتير اللي كان هو اليميق ولا بانون. المنتخب الليبي مقدرش انه يلعب في الارض، ولكن راجع داك هادشي كامل للتسرع ديال اللاعبين ديال المنتخب الليبي اللي خلى المنتخب الوطني كيطيح الكره للارض. شفنا جمال السلامي كيطلب من اللاعبين انهم يلعبوا الكره في الارض. عندك السعيدي بالون بي كيلعب مزيان في الارض، بادر بالهرود كذلك، بالرحمه كذلك، وليد كرسي كذلك، اللي خلى الكره تطيح الارض ولعبوا واحد الكره جميله كانت غادي تجيب منها بعض الاهداف. وشفنا كتاح لهم فرصه ديال ان المنتخب الوطني كيدير كونتر لاتاك وكيستطع انه يمشي بالكره، وجات ضربه الجزاء اللي كتعطي هدف الخلاص، الهدف الثالث عن طريق وليد الكرزي. اذا كتنتهي المباراه اللي جمعت المنتخب الوطني المغربي مع المنتخب الليبي، وكتنتهي بانتصار المنتخب المغربي، وهنيئا للمنتخب الوطني وهارد لك للمنتخب الليبي. وكنهنئ المنتخب الليبي على الروح الرياضيه والروح القتاليه اللي ظهروا بها في هذه المباراه. المنتخب الليبي نكون واقعيين، المباراة ديالو ديال الربع جهدته شيئا ما، لأنه مدد المباراة حتى الأشواط ونهاها بضربات الجزاء. هذا اللي خلى المنتخب الليبي ما كانش اليوم عنده ديك التراوة البدنية. المنتخب الوطني المغربي استطاع أنه يعبر للنهائي لأول مرة في تاريخ الكرة المغربية. المنتخب الوطني للمحليين استطاع أنه يوصل للمباراة النهائية، والآن ننتظروا أن المنتخب الوطني أمام المنتخب النيجيري اللي فاز على المنتخب السوداني بهدف 0. كنتمنوا أن المنتخب الوطني يدير ثأر من الكرة النيجيرية. الكل كيتذكر المباراة التاريخية اللي انتهت مع المنتخب النيجيري 4-3، كنتذكروا جميع كان المنتخب الوطني فائز 3-0 في الشوط الأول. في الشوط الثاني المنتخب النيجيري نزل بكل الثقل ديالو على المنتخب الوطني ورجع يدير واحد الرجع ودار واحد العودة تاريخية اللي خلاته أن المنتخب النيجيري استطاع يفوز على المنتخب المغربي. إذا في النهائي كنتمنى المنتخب الوطني يتحكم في زمام الأمور ويستطع أنه إن شاء الله يفوز ويفرح هذا الجمهور اللي كنشوفه ملعب مركب محمد الخامس كامل دار، واستطاع أن الجمهور أنه يساعد ويساند المنتخب الوطني. كنتمنى حظ موفق للأسود في مباراة النهاية. كنتمنى انكم ما تبخلوش علينا باعجاب الى عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالنا باش نزيدو نوصلوا لكم الجديد وتحليل لمباريات المنتخب وقراءه لجميع خصوم المنتخب. واستودعكم الله.